اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، وهلا انضمت لنا بالاستوديو مريم الجميله. مساء الخير مريم. مساء النور، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. وين تاخرتي؟ تفضلي اقري واعترفي. تاخرتنا. لا تحكي لي ازمه. هلا كنت في الشارع ولا مو ازمه كثير؟ مش ازمه، بس اخرنا لنطلع من البيت. ليش؟ طيب لانه بابا كان طالع. اوكي. فالبابا رجع وصلنا. ماشي، اذا عشان عمو اوكي، اما لو سبب ثاني كنت راح ازعل. طيب مريوم، ايش بدنا نذكر انا وياك المشاهدين؟ يلا بارقام التواصل سؤال الحلقه اللي هو أوكي. انا كنت قاعده بدور عليه. حلقتنا اليوم مريم، اذا انت رحت عشت بجزيره لحالك، ايش الاشي اللي راح تاخذه معك من بين كل اغراضك؟ انا ايش بدي اخذ معي؟ الايفون. بالضبط انسان؟ لا، ما انا كنت عم بحكي لهم قبل الفاصل انه الله يخلي لكم احبابكم والناس اللي بحبوهم، بس لا تحكوا لي انسان، لان انا بدي هيك اشي. اوكي، اشي اخذه معي. اكيد رح اخذ الايباد، لانه هيك في بقدر اعمل كل اشي، احكي أيوة. مع حدا، اقرا كتاب، كل اشي بضبط الايباد. ما شاء الله عليك مريومة. طيب ذكريهم بارقام التواصل الاجتماعي وبصفحه الانستغرام عشان يدخلوا يكتبوا كومنتس. ادخلوا على صفحه تعال الانستغرام امل اندرسكور ام او ار اي دي امل اندرسكور مراد، عشان جاوبوا على سؤال الحلقه اللي هي هلا حكت. بالضبط، وكمان نذكرهم بارقام التواصل الاجتماعي، وما تنسوا تتصلوا فينا على الارقام التاليه 00964-770-494-6699، او اتصلوا علينا على الرقم الثاني 00964-711-71563. برافو عليكي مريومة. كمان هلا بدنا ندخل نقرا شوي تعليقات وصلتنا على الانستغرام. نطلع لفوق. سارة بتقول كتب او ولا شيء، المهم الواحد يكون حلو لحاله ويفكر ويتامل فيه. هدى بتقول اخذ دفتر الرسم مالتي وقلمي على مود ارسم، لو اكو نت على الجزيره كان اخذ تليفوني. عم اماني بتقول يا الله بحبكم انتم التنتين واحنا بنحبك. عندنا دانا بتقول شنطه فيها كل شيء. لا احنا هيك انا شيء واحد بس. احكي شيء انا؟ اوكي، نتالي تعليقات من جنى، باخذ تليفوني. وعندنا يا ريت لو تكون الفواصل اغاني عراقيه بدل من اناشيد الاطفال. قرانا هذا وقلنا لهم انه ان شاء الله رح توصل طلبكم. أوكي. للاداره. اوكي. جاسمن، باخذ عجله لتوليد الكهرباء وببني لحالي جزيره. شكلها مهندسه كهرباء. من حنين، تليفوني اكيد ما بقدر اعيش من دونه. هنا عندنا تعليق، باخذ زوجي بنغير جو. زوجها اعتبرته اشي، مع انه احنا حكينا انه اشخاص. لا اوكي مريومة. اوكي، باخذ موبايلي. اخذ امي كثير بحبك، انا ممكن تحكي معي. ايش؟ ان شاء الله اخذ امي. اوكي، بس عادي لو اخذته. اوكي، نفرض انه تاخذه اشخاص، لانه اغلب الناس اذا ملاحظه في مثل بيحكي مريم الجنه بدون ناس ما بتنداس، فعشان هيك الناس عم تاخذ اشخاص عشان يقدروا يتسلوا معهم. اوكي نكمل. اوكي، عندنا من خديجة من الجزائر، اكيد موبايلي. اخذ معي القرآن الكريم من ضحى. من ضحى، حلو كثير. وعندي كمان من مريم بتقول المي اكيد، عشان هي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعيشني طول الوقت، بس برضه بتقدري انك تشربي مية البحر، لأنه ما في غير البحر الأحمر، البحر الميت اللي بيكون كثير مالح، أما البحر الثاني فيها ملح بس مش نفس البحر الميت، فممكن تقدري انك تشربي أو تبتكري طريقة هناك. بس لا، نحن مش بأفلام ماوكلي. ما لا خلص، بدك تاخذي مي خذي مي. زينب، ولا اشي، المهم اعيش وحدي. الله، في ناس مستقله بحالها. بتول تخلص. اوكي شكرا يا بتول. واحنا كمان عنا الاء بتقول اخذ جوالي. لولا بتقول باخذ الجوال ومعانت على الجوال، بكون محمله قران وبحفظ لانه الوقت هيكون طويل وبكتب كثير، زائد اكلم اهلي على الانترنت. احنا حكينا اشي واحد، اذا اخذتي الانترنت ما حتقدري تاخذي التليفون، اذا اخذتي التليفون ما حتقدري تاخذي الانترنت. اوكي مريوم، نشوف ايش عندك. اوكي، عنا هون ببين الفنان فنانين. اخذ دفتر الرسم مالتي وقلم على المود ارسم، لو اكلت على الجزيره جان اخذ تليفوني. اوكي، شو كمان؟ الميه. لا، بقرا التعليقات اللي انت قراتيها. عنا اتصال. عنا اتصال. مساء الخير. لبنى من ليبيا. تمام الحمد لله، وانت كيفك؟ والله الحمد لله، انا كثير مشتاقت لك، شو اخبارك؟ حبيبتي الله يسعدك، وانا كمان اشتقت لك كثير، بس انا مش عم بسمع صوتها منيح. طيب لبنى احكي لي. انا هيك الصوت ممتاز. لبنى احكي لي، لو
اجبروك تعيشي لو اجبروك تعيشي بجزيرة لحالك. تمام طيب. اها مين رح تاخدي معك؟ مين رح اخذ معي؟ رح اخذ معي بابا اكيد طبعا. الله طيب صراحة. لو حكينا اشي غرض يعني اشي ما يعني مادي مش شخص. مادي مادي اكيد يعني مصاري فلوس لانه عشان يعني يعيشوا. وانت والسؤال بيرجع لك امل، انت لو مشيتي لحالك او للجزيره هذه لوحدك شو بتاخدي معاكي؟ مش عارفه يعني ممكن اكون اخذ صح؟ اكيد اشي بحير بس يعني ممكن ممكن مش عارفه ما مش خاطر على بالي اشي. لازم تعرفي ممكن تليفوني طبعا اكيد ما حيكونش في نت بس حكون منزل عليه اشياء بتسلي اشتقت اهلي اشوف صورهم يعني هيك. مريم بدك تساليها اشي؟ نعم وانا مثلك صراحه نعم بدور التعليقات. يا امل حبيبتي احكي. انا لبنى الاسابيع اللي فاتوا دائما عم نتواصل معاكي اكيد عرفتيني صح انا من ليبيا. طبعا ديما من ليبيا انا يعني ديما. طبعا طبعا عرفتك امل. حبيبتي. بدي اغني شيء بسيط لإلك صراحه. طبعا تفضلي كثير رح اكون سعيده. تمام يلا دائما بحضرك يلا. هي اغنيه متاعك انت يعني نحكي معك بالليبي حاليا فخليني نمشي معك بالليبي اوكي؟ اوكي اكيد اكيد تفضلي. تماما. طل القمر بنور علينا ومسكنا الفانت ومشينا ودعينا ومدينا ايدينا كل عام وانتو بانوار رمضان رمضان. برافو صوتك كتير حلو والله. انا كثير عن هوايتي الغناء وهوايتي العزف صراحه وهوايتي الاعلام ما شاء الله بس لهلا ما تحقق شيء صراحه. عادي ما هو انت قد ايه عمرك؟ انا عمري لنفسك فلسه حاليا لسه في حتى انا في عندي اشياء نفسي كثير اني احققها ولسه ما حققتها لسه عم بستنى حالي اكبر. طبعا طبعا الانسان مش مش نفسك. مش كن فيكون الحياه. ايه صراحة انا شخصيتي قريبة منك بس انت على الاقل حققتي شوي ويعني انت قدوتنا بالمجمل يعني الله يحفظك صراحة ويخليك يا حبيبتي بعمرك صراحة. والله انا نحبكم هلبة وبرشا وكان حماق عليكم. وابوكي مثل البابا عمره 51 صراحة. العمر كله يا رب. حبيبتي لبنى لسه العمر قدامك ولسه مش مهمة نوصل أكيد المهم أكيد. انه نوصل ونحقق اشي. بتشتغلي على حالك عشان تحققيها ولا لا؟ هو انا صراحة نشتغل على حالي دائما عندي امل دائما عم صلي وبدعي ان ربي حتى لو بعد التخرج يعني نتخرج نحقق احلامي يعني كل مرة بحاجة فكر جديد يعني عندي طبعا مش حنيأس باذن الله اكيد يعني طبعا أنا عندي روح الامل هلبة. طيب المهم انك انت بتشتغلي عليهم يعني بتجتهدي دائما انه وبتسعي. اكيد حتى انا هيك كثير اصلا. برافو عليكي برافو لبنى حبيبتي. بتحبي تضيفي اشي؟ بحب اضيف انه بتمنى لك حياة سعيدة يا رب وان شاء الله يا رب ما يغيبك علينا. الله يسعدك يا رب وامين. شكرا. وسلامي لامك صراحة والبنت اللي معاكي ان شاء الله اكيد ومريم كمان بتسلم عليك. شكرا يا لبنى. لكن دائما ودائما تذكريني عاد. طبعا اكيد حبيبتي لبنى انت وكل اهل ليبيا اكيد ما بنسى ولا اي حدا حبني بيوم من الايام من وين ما كان. شكرا لك ولاتصالك حبيبتي لبنى وسعيده اكيد بسمع صوتك. اوكي نرجع لمريومه والتعليقات اللي عندها. عندنا اخذ دفتر وقلم واكتب اقتباسات وروايات. والله حلو الناس الادبيه وبتحب الادب بس عندي سؤال. اوكي بنكتبها لمين بدنا ننشرها؟ انا لحالي. يمكن ترجعي بيوم من الايام تكتبي مثلا روايه امراه في جزيره ما بتعرفي. اوكي اوكي عندنا اخذ تليفوني ابني حبيبي من ريام. اوكي شو كمان عندنا؟ باخذ جوالي ما اقدر اخليه يروح مستحيل اتركه. برضه نفس تفكيري. اوكي عنا يسعدك أمولة باخذ معي موبايلي مشان أصور مش أكتر مش أكتر. شفتي الناس كلها سبحان الله هلا التليفون السوشيال ميديا كله سيطر علينا سيطر على عقولنا. طيب أوكي عنا أكيد أخذج
وياي يا دواء جروحي انتي من شكرا تركيا. شكرا واهلا وسهلا بكل اهلنا بتركيا. اوكي اوكي عندنا راح اخذ مصحف واحسن شيء لو اجاني ملل يكون هو الونيس تبعي. عندنا كتب، كتب كتير كتير عشان اعبي وقتي بشي بحبه ومفيد وما مل. بحبك امول من ايام قناة كرميش واسمي امل. وانا كمان بحبك كتير. طيب عنا اتصال، مساء الخير من لصفا. مش عنه. يا اهلا كيف حالك؟ الحمد لله. صفا من اي مدينة عم بتكلمينا؟ من بغداد. اهلا وسهلا بكل اهلنا ببغداد. صفا لو اجبروك تعيشي بمكان لحالك، ايش الاشي اللي بتاخديه او الشخص اللي بتاخديه؟ اخذ ام. تاخدي امك ليه؟ طيب يعني ليه امك من بين الكل؟ لان ما اقدر اعيش بدونها. يا حبيبتي الله يخليك ياها يا ربي. طيب احكي لنا يا صفا، لو قلنا لك خدي اشي معك غرض يعني اختلفه، ايش بتاخدي؟ تلفون. تلفون اوكي. ايش عشان تصوري ولا عشان تنزلي عليه اشياء تسليكي هناك؟ اصور. عشان تصوري. اوكي صفا بتحبي تضيفي اشي؟ لا شكرا. شكرا كثير لك يا صفا ونورتينا اكيد بسماع صوتك وسعيدين فيكي. طيب مريومة كملي، ايش عندك كومنت؟ اوكي عندنا من غفران قرآن والعائلة كلها لأني أخاف أعيش وحدي، أحبك أمول سلمي على مامتك. وأنا كمان أكيد بحبك يا غفران. أوكي شو عندنا كمان؟ عندنا القرآن الكريم عشان أقرأه بتمعن وأفهم آياته أكثر. يا الله دي حلو، لاحظتي كم تعليق كان عم بحكي بدي أخذ القرآن ما شاء الله. طيب بعدين أنت صحيح شو هال هاي هدية من ماما التيشيرت اللي لابستي، فرجينا يا أنا والمشاهدين. هيا مريم دلوعة العيلة، يعني يعني في خلص في اجماع شكله على هذا الموضوع. في اجماع. تقدري تنكري؟ لا اكيد لا. طيب بدنا نروح مع بعض فاصل صغير، مريم جهزتينا اليوم عن موضوع معين بدها تحكي لنا عنه، بدنا نروح مع بعض مريومة ونرجع لكم، خليكم معنا.